انا لحد من قريب البطيخه دي كانت تيجي اهديها لجوزي لماما لاي حد بابا يقطع بطيخ، انا مش اقطع بطيخ، الى ان قلت ليه طب ما انا اتعلم، وتعالوا بقى ايه نتعلم مع بعض. بص بعمل ايه، بقطع البطيخه كده من هنا يا رب حمرا اهي، والفها تمام جدا حلوه، بس هي قشرتها تخينه مش سيئه، بس هي قشرتها ايه تخينه. طيب وبعدين اروح عامله كده مقطعه كده، شايفين هلال، وحاطه هنا وكمان هلال اهي، وحاطه كده ودي بقى سهله جدا الطريقه دي وبتنجز معايا على طول. اهو هقطع دول وبعدين اقطع دي. بص بقى هعمل ايه، اجيب الطبق بس كده بتاعي وهعمل ايه، عندي اهو بروح مريحاها كده، بس هجيب دول احطهم هنا علشان اعرف. بصوا اهي ببدا بقى اقطع كده، حاضر كده تمام اهو، ببدا اقطع بالشكل ده شايفين. اسهل حاجه، بس دي كمان مش عايزاها. بصوا بقى عندي طالعه على طول تتاكل، وعلى فكره البطيخه بتكون واخده من اول لحد الاخر، عشان في تقطيعات بتبقى تقطيعات غلط. بصوا بقى قطعت قد ايه، في تقطيعات بتبقى تقطيعات غلط، تحس ان احنا واخدين الحته اللي تحت وفي ناس اخدت الحته اللي فوق، مش كلها متوزعه، لكن بالطريقه دي هتبقى كلها متوزعه. طبعا البطيخه لازم اغسلها كويس قبل ما اقطعها، اهو تعالوا نشيل ده ونشيل ده ونبدأ نقطع. بس كده ويه على الطبق ويحط، سهلة جدا، وزي ما بقولك واخدالك من الأول للآخر. واحدة طلعت معايا كبيرة، يلا يا بختو اللي هياخدها ونوزعها. طيب افردي دي عايزها اصغر، افردي البطيخه طلعت معاكي مش حلوه، عصير على طول او ايس كريم، عصير او ايس كريم اضربيها اعمليها وصفيها، وهنعمل ايس كريم مع بعض. مش هقوله خلاص مش هحرقه. سب 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 على طول على طول اهي، تطلع معايا وصغننه وحلو. هحط بس كده حبه كمان هنا عشان ابقى عملت طبق التقديم، تدخل تسقع والف هن. هنعمل بقى عصير كمان حلو قوي، منعش مرطب. عايزه اقول لكم كوبايه العصير بتاعه البطيخ فاكهه بره، يعني بتتباع بيه كتير، ورغم انها اساسا حاضر بتتعمل من البطيخ لما ما يعجبنيش دي كبيره قوي. طيب واحط ايه بقى هنا، شويه نعناع حلوين كده ينطقوا لي الشكل في النص كده. انت عايش، عايز اقولك ممكن تحطي كمان معاه ايه تلج. طيب نجيب بقى الخلاط ونقطع ونحط فيه علشان نعمل عصير. طيب يفضل ان احنا نشيل البذر قبل، طب لو مش هلحق اشيل البذر قبل هعمل ايه، عادي جدا هتسيبي. شو بقى هاجي اقطع هنا، هقطع عادي جدا زي ما بنقطع، هتسيبي البذر وتصفي خلاص. لو عندك مشكلة ان انت تقعدي تشيلي ايه
البذر، هنسيب البذر بس هتبقي تصفي. فانا هعمل كده، هجيب مصفى وهصفي. نجيب واحده كمان واقطع. عايزه اقول لكم قشر البطيخ يا جماعه من الحاجات اللي بترطب جدا جدا على بشرتنا، يعني امسكي حته قشر كده بعد ما تخلصي ورطبي بيها بشرتك، مليانه فوائد، بس طبعا بشرتنا تبقى ايه، نظيفه. طيب بعد اذنك يا سيدي، انا عايزه اشيل الحاجات دي، هتعبك يلا علشان هعمل العصير. تعالى تعالى اتفضل، بيتك ومطرحك. ماشي، علشان اعمل العصير واقدم. طيب هحط ايه بقى يا جماعه مع البطيخ؟ هحط شويه نعناع فريش، حاجه كده ايه تديله نكهه حلوه قوي، وطبعا تلج فيه الكوبايات اهو. عايزه مصفى يا سعيد بعد اذنك، وطبعا ممكن احط ايه هنا التلج. طيب ممكن احط سكر كالمعتاد، ممكن احط ايه شويه عسل، شرايح ليمون كمان، احط شويه ماء. شرايح ليمون يا جماعه بتبقى تحفه. طلعت ترند ان انا اخلي البطيخه واحط فيها جيلي. فكره فاشله ما تعملوهاش، فكره فاشله ما تعملوهاش. ليه بقى ما تعملوهاش؟ علشان انا نفذتها في البيت، والولاد طبعا بيتفرجوا على حاجات فقالوا لي يا ماما اعملها لنا، دي لذيذه. جوجو كمان بالذات شبط فيها، فنفذتها، حطيت الجيلي بعد ما فضيت، بعد ما فضيت عندي البطيخه عملت الجيلي وحطيته وسبتها تبرد ودخلتها التلاجة. لا يعني عارفين الجيلي كده تقل قيمته وتقل بركته، ولما كنا بنقطعها ما كانتش بتفضل بقوامها. انتوا عارفين الجيلي مجرد ما حطيته معلقه فيه تحس ان هو ماي ماي كده، فما كانتش النتيجه احسن حاجه، فما تنفذوهاش. شوفوا انا جايه لكم بعد ما نفذتها بقول لكم ما تنفذوهاش، حتى انا ما عملتهاش هنا ومش هعملها، بس انا بصفي معلش علشان بصوا بقى البذر كتير، عشان كده بقول لكم ان احنا حاضر حاضر نعملها من غير اللب بتاعها احلى، مع انه عايزه اقول لكم ان اللب ليه فوائد تصدقوا. طبعا في ناس تمسك اللب ده وتخليه وتروح عامله ايه محمصاه، سامعاني يا ميمي؟ ميمي صاحبتي دي يا سلام، عندها يعني اللب ده تفضي ما تبقاش عايزه البطيخ، بس تدوني اللب تفضي البطيخه كده من اللب وبعدين تحمصه، وبعدين ممكن بقى تتسلى بعد كده على البطيخ. خلاص كده كفايه، انا حتى لو مليت كوبايه هيبقى بالنسبه لي ايه تمام علشان الوقت. يلا بينا. الله خطير. وطبعا النعناع زي ما بقول لكم حطوا كمان ليمون، اضربوه مع شرايح ليمون، حلوه قوي. بس انت هتبقي لوحدك النهارده.